السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدور على موقع أو منصة بلاتفورم أقدر أدير من خلالها لو في مشاريع أو في شغل أو في أي حاجة، تمام، محتاجة إدارة. فجربت حاجات كتيرة جدا، لكن أخيرا استقريت على كليك أب لأنه لقيته سهل في الاستخدام وبيديني أكتر من شكل وبيديني تنظيم للأفكار وبقدر أعمل تاسكات وأبعتها للناس. يعني مثلا هنا مثلا عايز أعمل مثلا تاسك معين وابعته لاي حد، فالموضوع سهل جدا. كل اللي عليا هنا نيو تاسك، واكتب مثلا التاسك اللي انا عايزها مثلا كلير، وبعد كده بعمل اساين، بيبدا يجيب لي ايميلات الناس اللي موجوده معايا، فاعمل اساين لحد فيهم. هي في اسامي حقيقيه فانا مش هقدر اظهرها يعني. وممكن تحدد بقى تاريخ معين يبقى فيه تنبيه مثلا ان خلي بالك التاسك بتاعتك بقت موجوده، وتعمل سيف وتقدر تتابع الحاجات. تمام، تقدر تظهر الحاجات على هيئة ليست أو على هيئة بورد، بحيث تقدر تقول مثلا دي المفروض إنها هنا، أو دي مثلا المفروض إنها مثلا هنا. في حاجات أنا منظمها إنها الحاجات دي لسه هنبدأ فيها، الحاجات دي إحنا شغالين فيها، الحاجات دي done أو closed أو finished. ممكن تظهرهم بشكل آخر، في كذا طريقة تظهر بيها الحاجة اللي أنت بتفكر فيها. دي مثلا حاجات خاصة ببيم أريبيا، فهتلاقي يعني معمول برين ستورم كده ايه الحاجات اللي هنفكر فيها بالشكل دوت. الملفات موجودة وكلها فيها التاشمنت، يعني ده مثلا البيم في الفولدر العربية مكتوب الملفات تحته موجودة فيها. بقدر اربطه بأكتر من حاجة، فأقدر إن أنا بدل ما أدخل على أكتر من منصة، لأ كله موجود في مكان واحد. اقدر اربط مثلا اقول له في عندي اجتماع زوم، عندي اجتماع على التيم على السلاك، اربطه بالاسانه. هنا مثلا المحاضرات بتاعت بيم، كل واحد فيهم بقى تدوس علامه الزائد يبدا يقول لك ايه الحاجات اللي موجوده في المحاضرات بتاعت بيم قريبه، يقدر ان هو يفتحها لك. في حاجات خاصه مثلا بكود البيم يبدا ان هو يجيب لي المعلومات الخاصه بيها، وهكذا. هتلاقي كل المعلومات اهيت بالشكل دوت، تمام. الكود بتاع البيم برضو اهو، لو في اي تفصيلة بيبدأ ان هو يجيبها لنا، او في صور او في اي حاجة بيبدأ ان هو يجيب لي كل المعلومات اللي انا عايزها. تمام، فالموضوع كان ظريف جدا، افادني كتير. ممكن اقول له ورهم لي على شكل تيبل بدل مايند ماب، ورهم لي على شكل تيبل، فيبدأ يورهم لي على شكل تيبل. في اكتر من فيو للحاجة، ممكن تشوف على هيئة بورد، على هيئة كاليندر، على هيئة جانت، على هيئة تايم لاين، على هيئة تيم تيبل مايند ماب. كل الأشكال دي تقدر إن أنت تشوفها. تقدر تعمل إمبيدد لملفات فيديو أو لمابس وهكذا. تمام، دي حاجة كتير جدا شغال فيها. طيب، الجميل إن هما بدأوا يطوروا نفسهم وبدأوا يدمجوا الذكاء الاصطناعي في حاجات. مثلا إيه تاسك كبير فتقول له قسمهولي، فهو أوتوماتيك يبدأ يجيب ملي سب تاسكس، وانت تقدر تعلم ايه اللي تم وايه اللي ما تمش وهكذا. هو اوتوماتيك يبدا ان هو يستنتج، يقدر يتابع كل الحاجات اللي موجوده ويبدا يجيبها لك في شكل كده، ايه الحاجات اللي خلصت وايه اللي حاجات الحاجات اللي ما خلصتش. وتقدر تشوف ملفات الدوكيومنتس بشكل قوي، تقدر تقول له اعمل لي بقى، اكتب لي انت المقاله او اكتب لي انت الجزء دوت. مرتبط هو بالذكاء الصناعي بشكل حلو، وهو كل شوية بيتطور وبيبقى فيه حاجات بتحصل جديدة. زي ما انت شايف في حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي، انا عامل ان الناس اللي شغالة معايا من التيم تقدر تشتغل بالذكاء الاصطناعي في الشغل بتاعهم. في حاجات اوتوميشن كتيرة جدا، يعني تقول له لما يحصل كذا انت اوتوماتيك اعمل كذا من غير ما انا اتدخل فيها. ممكن تقول له اعمل سكرين ريكوردنج يسجل لك اللي بيحصل على الشاشة بالصوت والصورة وكل الحاجات ديت. ممكن تضاف لي التاسكات او المهام اللي عندك. تمام، في شويه حاجات حلوه دي، انا مش محتاجه ان هو يعمل رياكشن على كومنت وكده، مش عايزها. ببدا اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزها. الداشبورد انا بحتاجها طبعا، الدوكومنتس هوم، في مايلستون مثلا ممكن تحطها. لو انت بتحب تشغل اوفيس 365 تقدر ان هو متفعل وشغال معاك، لكن انا ما بشتغلش عليه كتير، انا بشتغل على جوجل دوكومنتس. سبرنت يبدأ ان هو يقسم لك التاسكات وهكذا. في حاجات خاصة بال
هنا اللين تقدر تفعل الزوم ورك ان بروجرس ليميتد، يعني يبدأ يقول لك انا هعمل حاجه دلوقتي، يقول لك لا انت عندك حاجات كتيره مش هتقدر تعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت. ممكن يقول لك التوتال تايم في الستاتس، تايم تراكنج يبدأ يتابع الوقت بتاعك. فزي ما انت شايف فيه امكانيات كويسه جدا جدا، زائد ان هو بيعمل انتجريشن مع حاجات كتير قوي، مع تطبيقات وبرامج كتير جدا. وممكن تقول له استورد المعلومات مثلا من جوجل كاليندر، او استوردها من اي برامج من البرامج اللي هي اداره الوقت. تقدر تربطه بسلاك، تقدر تربطه بالتايم دكتور، بكل المواقع ديت. هو أضاف على جدا جدا، كل دول الحاجات خاصة بالتايم تراكنج تقدر تربطه بيهم، بحيث ان انت تتأكد ان انت بتقضي وقتك مظبوط. فعشان كده في مزايا كتيرة قوي، عجبني جدا ان انت ممكن مثلا هتعمل ماستر، فتحدد ايه الحاجات اللي انت تعملها، الخطوات اللي انت تعملها وتبدأ تكتبها، وتقدر تحط المرجع اللي انت تعملها. عندك مثلا راح رحلة، فتبدأ تكتب الحاجات بحيث ان انت متنساش، ما تفاجئش في اخر ثانية ان انت نسيت حاجة التذكرة. لا انت كاتب وتعمل تاسكات وتعمل اوكي اوكي اوكي. فجميل جدا البرنامج دوت.